ال covering of the spinal cord اللي هم احنا بنسميهم المننجيز، اللي هم الأغشية المحيطة بالسبينال كورد والبرين، اللي بتحميهم، بتحمي السبينال كورد وبتحمي البرين، اللي احنا كنا خدناهم زمان في البيولوجي، الأم الحنون والأم العنكبوتية والأم الجافية، فدول ثلاثة ميمبرينز كفر السبينال كورد. أول واحدة اللي هو باللون الأزرق الفاتح ده، دي اللي بيسميها البايا ماتر، دي نمرة واحد اللي هي البايا ماتر، دي لازقة في السبينال كورد على طول اهي، اللي هي البايا ماتر. بعد كده بلاقي طبقة تانية اللي هو الأخضر الفاتح ده، دي اسمها أراكنويد ماتر، دي اسمها أراكنويد ماتر. بعد كده بره خالص بلاقي الطبقة الخارجية اللي اسمها ديورا ماتر. يبقى المينينجيس او الكفرنج اوف ذا سباينال كورد بايا ماتر، ودي انفيستس ذا سباينال كورد يعني بتحيط السباينال كورد، وبعدين في اراكنويد ماتر اللي هو ده، وبعدين في ديورا ماتر. بين البايا ماتر وبين الاراكنويد ماتر في هنا سبيس، يعني مسافة بين البايا ماتر والاراكنويد ماتر، دي اسمها سب اراكنويد سبيس، ودي بيبقى ماشي فيها او موجود فيها سي اس اف اللي هو السريبرو سباينال فلويد، او السائل اللي بيحوط السباينال كورد وبيحميه من الصدمات. يبقى السباينال كورد ليه ثلاثة مننجيز، بايا ماتر، اراكنويد ماتر، ديورا ماتر. السؤال في الامتحان فين بتنتهي المننجيز دي؟ فقال لك السباينال كورد اهو، الطبقة الاولانية دي اسمها بايا ماتر، الطبقة المنقطة دي اسمها أراكنويد ماتر، الطبقة اللي بعديها دي اسمها ديورا ماتر. البايا ماتر بتلتصق في السباينال كورد، لازقة فيه، وبعدين بيطلع منها، بتنتهي مع نهاية السباينال كورد. يعني البايا ماتر بتنتهي اوبوزيت اللور بوردر اوف ذا فيرست لامبر فيرتبري او الابر بوردر اوف ذا سكند لامبر فيرتبري، وبيطلع منها او امتدادها حبل رفيع. حبل الفيع ده اسمه فايلم تيرميناليز او فايلم تيرمينالي، ده بيمسك في التيب اوف ذا ايه، بيمسك في الكوكسكس، بيمسك في الكوكسكس، وزي ما احنا شايفين كده بينزل يمسك فين، في الكوكسكس، يبقى ده اللي بيسموه الفايلم ايه، تيرميناليز. نيجي بعد كده، ده الفايلم تيرمينالي، ده امتداد البايوماتر، امتداد البايوماتر. نيجي بعد كده الاراكنويد ماتر المنقطه وديورا ماتر اللي بعديها، بتكمل تحت وبتنتهي عند اس 2 سكند ساكرال فيرتبري، هنا سكند ساكرال فيرتبري. يبقى البايا ماتر بتنتهي عند السكند او الفيرست او السكند لامبر فيرتبري، وامتدادها اسمه فايلم تيرميناليس، بيمسك في الكوكسكس، والديورا والاراكنويد ماتر بينتهوا عند الايه، الاس 2. طبعا الخيوط اللي نازله دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي روتس بتاع اللور لامبر اند ساكرال نيرفز، وهم عاملين لي حاجه اسمها كودا اكواين، يبقى دول اللي احنا بنسميهم ايه، كودا اكواين. يبقى ما تنساش الجمله اللي هنا بنستخلصها، ذا بايا ماتر اند ويز ذا سباينال كورد ات ال1 اور ال2، ذا ديورا ماتر اند اراكنويد ماتر ات اس2، فايلم تيرمينالي دي امتداد البايا ماتر وبتمسك بعد كده في الكوكس.